نعم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، إذا كان من يقول برمي الجمار في الليل لأنه لم ينتهي الوقت، إذا متى ينتهي وقت رمي الجمار؟ أين الذين يقولون إنه يعني يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أوله ولم يحدد آخره، وأن ما جاز في أول الليل جاز في آخر الليل، كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة معلوم أن يوم عرفة ينتهي بغروب الشمس، لكن ليلة العيد اللي هي ليلة عاشر تتبع إيش؟ تتبع اللي قبلها اليوم التاسع. فقال هذه مثل من الناس من يقول يرمي في الليل إلى نصف الليل فقط، إلى نصف الليل فقط. حجتهم في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. قال والمساء يكون من نصف النهار الأخير إلى نصف الليل الأول، إلى آخر نصف الليل الأول، كل هذا مساء. والذي يظهر لي أنا أن القول بأنها يمتد إلى الفجر أقرب للصواب. نعم.